برميل 200 لتر متبرشم انجليزي زيت كبد الحوت، وده له 5 سنين ولا 10 سنين ولسه فاضله على الانتهاء تقريبا، يعني لسه ما انتهاش. فطبعا حتى لو من انتهى انا بفتح عليه وبشم الريحة بشوف الدنيا، فبعرف اذا كان خسران ولا ارميه ولا استعمله. فالمهم فتحت انا البرميل قلت له هات لنا ازازة شربات، فكان زمان في فيمتو كده شربات بيبقى لون بينك كده، فورق بتاع التوت ولا حاجة. فقلت له هات ازازة شربات فاضية واغسلها، فغسلها فملتها له زيت سمك زيت كبد الحوت الانجليزي مستورد مش موجود دلوقتي. دلوقتي العشر بلابيع ب16 جنيه ولا ب11 جنيه، اللي هي اللي على البلابيع الصفراء اللي هي فيتامين ايه بتنباع، هي من زيت كبد الحوت. فطبعا معروف ان الاعصاب والحاجات دي عاوزه فيتامين ايه وفيتامين د والحاجات دي. فانا ايه رحت مليله الازازه بزيت كبد الحوت وقلت له خد دي وخليها تشرب كل يوم فنجان على الصبح. الفنجان تقريبا حوالي 3000 حبه من اللي بتباعوا دلوقتي في الصيدليه ال10 ب 11 جنيه، فدول 3000 حبه بتشربهم في جرعه واحده طبعا مر وكده. فانا قلت له تمص برتقانه او تمص قصب قبل ما تاخد، وتاخدهم على الريق ما تاخدهمش على الريق براحتها، بس اللي تاخدهم لازم تاخدهم الصبح ولو كانت بطنها فاضيه احسن. فالمهم الراجل ايه ما صدقش خبر ومل الازازه وراح. والله بعد اسبوعين سبحان الله، طبعا الازازه خلصت في اسبوعين.